أهلا بكم مجددا. أكدت الحكومة المغربية اليوم أن قرار محكمة جنوب إفريقيا النظر في قضية سفينة محملة بشحنة فوسفات قادمة من المغرب المحتجزة في هذا البلد مخالف للقانون الدولي. وكان قاض جنوب إفريقي قد أمر في فاتح ماي 2017 بحجز شحنة من الفوسفات قادمة من فوسبوكرا، ذلك من خلال التوقيف المؤقت للسفينة في بورت إليزابيث. وجاء هذا الأمر بالحجز حسب بلاغ لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات نتيجة طلب وجهته البوليزاريو إلى القاضي بالاستناد فقط إلى ادعاءات سياسية لا أساس لها يحركها الوازع الانفصالي لجمهورية صحراوية وهمية غير معترف بها لا من قبل الأمم المتحدة ولا من طرف المجموعة الدولية. للتعليق على هذا الموضوع نستضيف هنا في الاستوديو الأستاذ محمد العمراني بوخبزة، أستاذ القانون العام. أهلا بك أستاذ الكريم. أهلا بكم. طيب، كما تقول الحكومة هذا القرار هو مخالف للقانون الدولي وذو طابع سياسي محض، كيف نريد أن نفهم؟ وفي الواقع أن ربما أول تعليق هو أنه قرار مفاجئ وكان غريبا نوعا ما، لأنه هو خارج السياق الذي ربما كنا نعتبر أن الأمور ستجري فيه، لأن هناك ضوابط وقواعد دولية تحكم العلاقات ما بين الدول وتحكم كذلك حتى التجارة الدولية. لذلك ربما أن فيما ورد من معطيات في البلاغ الصادر عن الحكومة المغربية وحتى عن طريق الشركة المعنية المؤسسة المعنية لو سي بي يتبين أن الأمر فيه تأكيد على كون أن القرار هو مخالف للقانون الدولي. لماذا؟ لأن هنا نحن نتحدث عن سفينة، والسفينة مسألة سفينة محجوزة لدى بقرار من محكمة محلية، هذا فيه مساس بالقانون الدولي الذي ينظم مسألة وضعية السفن. كذلك أن الأمر يتعلق بتجارة، وفي هنا يتعلق الأمر بالتجارة الدولية، لأن ليست التجارة الداخلية بل يتعلق الأمر بالتجارة الدولية، ونحن نعلم أن في مجال التجارة الدولية هناك قواعد قانونية خاصة بعد إنشاء منظمة الجات والتي أصبحت تحكم هذا النوع من الملفات. إذن فكذلك أن الأمر يتعلق بنقطة جد مهمة، وهو من له الأهلية القانونية لرفع الدعوة. البوليزاريو ليست لها الأهلية القانونية لأنها ليست ممثل للشعب بين قوسين الصحراوي، على اعتبار أن الصحراويين يتواجدون في داخل التراب الوطني للمملكة وأن ممثلهم القانوني هي المملكة المغربية. إذن حتى على مستوى الصفة القانونية والأهلية القانونية لرفع الدعوة غير قائمة. طيب، على أي أساس قانوني بنت هذه المحكمة الجنوب إفريقية قرارها، علما أن محكمة بانامية يعني قالت بأنه يتعارض بشكل تام مع حكم المحكمة البانامية التي أعلنت عدم الاختصاص؟ إذن هنا يجب أن نميز، لأن القرار الصادر لحد الآن هو قرار فقط قبول الدعوة. لأن من حيث الشكل، بمعنى أن ننتقل من حيث الشكل لكي نناقش المضمون. إذن فقبول المحكمة هنا يتعلق الأمر بمحكمة محلية، والقاضي المحلي ليس من اختصاصه النظر في هذا النوع من القضايا، فبالتالي أنه تجاوز اختصاصاته القانونية. والدليل على ذلك هو السابقة التي نتحدث عنها، وهي قريبة زمنيا ليست لها أكثر من أسبوع، وقرار المحكمة البحرية البانامية التي اعتبرت أن هذا الملف ليس من اختصاصها وبالتالي رفضت الطلب. إذن فهنا قد نجد أن هناك تناقض، لأن كنا مطمئنين إلى كون أن حكم المحكمة البحرية البانامية سيشكل مرجعا واجتهادا قضائيا يمكن أن تبني عليه المحكمة الجنوب إفريقية حكمها وقرارها، لكن للأسف كان الأمر مخالف لذلك. وهذا يبين بأن ما تحكم في قرار القاضي الجنوب إفريقي هو اعتبارات سياسية وليست قانونية. لذلك صراحة كانت لي ملاحظة منذ البداية، منذ فاتح ماي كانت لي ملاحظة عندما اعتبرت المكتب الشريف للفوسفات من قبل أحد مستشاريها أن هناك ثقة في القضاء الجنوب إفريقي. لا يمكن أن نثق في القضاء الجنوب إفريقي،
هناك فرق شاسع ما بين أن يكون الأمر مرتبطا بقضاء يحتكم للقانون وبين قضاء محكوم بالاعتبارات السياسية. طيب استغلال محكمة محلية من طرف البوليساريو كهيئة لتسوية ملف سياسي المفترض أنه بين يدي الأمم المتحدة حاليا، طيب لماذا هذا التكتيك؟ وربما أن إذا أخذنا بعين الاعتبار السياق الذي جاء في هذا التحول وهذا النزوع من قبل جبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر وجنوب إفريقيا نحو فتح هذا الباب، لأن هناك تكتيك جديد بدأ مع موضوع الكركرات، لأن موضوع الكركرات أنه كملف كانت تحاول ما أمكن استغلاله بشكل كبير البوليساريو، ولكن أن الأمم المتحدة كانت حاسمة في هذا الأمر وبالتالي لم يعد له ذلك التأثير المتوقع. الآن لجأت إلى تقنية جديدة، وهذا يعني أن البوليساريو وجدت نفسها بعد الإنجازات أو النجاحات الكبرى للدبلوماسية المغربية وآخرها عودة المغرب إلى مقعده داخل الاتحاد الإفريقي، فهذا يعني أن البوليساريو وجدت نفسها في وضعية حرجة جدا، لأن هناك ضغط من كل الجوانب، هناك لأن لاحظنا كيف أن هناك دول سحبت اعترافاتها من الجمهورية الوهمية، هناك دول جمدت العضوية أو الاعتراف، إذن فهناك دينامية الآن مرتبطة بهذا. ثم الأمر آخر لا ننسى أن مجلس الأمن أنه أكد على ضرورة فتح صفحة جديدة في المفاوضات السياسية ما بين الأطراف، وهذه المفاوضات السياسية ربما أن المغرب هو المؤهل الآن، وأنه يضع جميع الظروف المواتية لإنجاح المسلسل السياسي على مستوى المفاوضات، في حين أن الطرف الآخر لا يملك الآن كل ما يمكن أن يضعه كمعطيات يمكن عبرها الضغط على المغرب في إطار هذه المفاوضات، لأن في إطار المفاوضات يجب أن تدخل للمفاوضات وأنت تمتلك الكثير من الملفات للضغط لكي تفاوض بها. الآن المغرب طرح الحكم الذاتي الذي أصبح مقبولا من قبل المجتمع الدولي وكبريات العواصم العالمية أنها تعتبره أساسا يمكن الانطلاق به للمفاوضات، وكذلك أن المغرب انفتح على الكثير من المناطق التي لم يكن هناك حضور لها خاصة بالنسبة لإفريقيا الشرقية، فبالتالي أن الآن ثم هناك نقطة يجب أن نشير إليها في هذا الخضم، إذا لاحظنا كيف أن البوليساريو لجأت إلى موضوع الفوسفات، لأن المشاريع التي دخل فيها المغرب كشريك مع دول إفريقية وازنة رأس الحربة فيها كان هو الفوسفات، ونحن نتحدث هنا عن إثيوبيا بالتحديد، نتحدث عن إثيوبيا ونيجيريا كقوتين أساسيتين في إفريقيا، المغرب دخل معها كشريك عن طريق الفوسفات، والفوسفات يشكل مادة أساسية بالنسبة للدول في إطار الانتقال نحو الأمن الغذائي لهذه الدول. طيب أستاذ عمراني، المغرب يقول بأن موقفه سليم فيما يخص هذه القضية، نريد أن نفهم من وجهة نظر القانون الدولي كيف؟ على اعتبار النقطة الأولى مصدر الشحنة وهو فوس بكرة، وبالتالي أن المغرب استثماره في هذا المجال هو ليس جديدا، هو يعود ربما أن بالنسبة لفوس بكرة تعود إلى 1962 وبدأ الاشتغال أو استخراج الفوسفات منذ 1972، فبالتالي أن المغرب أنه في هذا المجال وضعه سليم من هذه النقطة. النقطة الأخرى وهو أن على مستوى القانون الدولي أن هذه المنطقة مسلسل حل النزاع حولها هو بيد الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لم تصدر أي قرار في هذا الجانب المتعلق باستثمار الإمكانات الموجودة، لأن أصلا في القانون الدولي أن الإمكانات الموجودة يجب أن يتم فيها استفادة أبناء المنطقة، والأمر واضح في هذا الجانب، لأن المغرب من خلال ربما ما أوصى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تنمية الأقاليم الجنوبية يبين أن هناك إرادة كبيرة لدى الدولة المغربية لكي تستفيد هذه المنطقة من عائدات الثروة القائمة في هذه المنطقة. ثم الأمر الآخر هو أن هذه الصفقة ليست هي الصفقة الأولى
المتعلقة بنقل الفوسفات من فوس بوكرع إلى مناطق العالم، لأن المغرب هو المزود الأول عالميا لهذه المادة، فبالتالي ما المستجد فيها؟ ليس هناك مستجد ما عدا الجانب المتعلق مهمة بالسياسي. أستاذ العمراني، ربما التوقيت مهم، وهذا سؤالي، إلى أي مدى يمكن أن نعتبر هذه التحركات من قبل جبهة البوليساريو وخصوما الوحدة الترابية ردا على الاختراقات والنجاحات المغربية الأخيرة خاصة على المستوى الإفريقي؟ وبالفعل، ولأن يجب أن لا نعتبر أن ما يحققه المغرب سترضى عنه الأطراف الأخرى، وأن بمجرد تحقيق مكاسب أن الطرف الآخر سيستكين وسيعلن الانهزام، بل هناك دائما يعني نتوقع أن تتصاعد هذه الحملة بطبيعة الحال، لأننا نتعامل مع منظمة معزولة في مخيمات سندوب، بل نحن نتحدث عن دول، نحن في مواجهات دول لها ما لها من إمكانات ولها القدرة كذلك على المناورة، نتحدث عن الجزائر وعن جنوب إفريقيا، فهي دول تعمل كل ما في وسعها لكي تعيد أو تستعيد التوازن الذي أخلى المغرب عبر دخوله للساحة الإفريقية. لا أتحدث فقط عن الاتحاد الإفريقي كمؤسسة، بل أتحدث عن إفريقيا كقارة الذي اكتسحها المغرب بمشاريعه التنموية. إذن الآن ربما قد ننتظر ربما مناورات من شكل آخر، إذن هذه معالم أولى لمناورات تحكها الجزائر وجنوب إفريقيا ضد المغرب، لذلك ربما أن الآن على المغرب أن يغير كذلك من طريقة الاشتغال، لأن الانتظارية وأن نتعامل بردود الأفعال هي غير صالحة في الوقت الراهن في إطار الدبلوماسية وفي إطار العلاقات الدولية. يجب أن تكون أنت المبادر وتدفع الآخر لكي يكون هو الذي يقوم برد الفعل. من فاتح ماي إلى الآن، ما الذي قامت به الدولة المغربية وما الذي قام به الأوسيبي فيما يخص هذا الملف؟ كنا ننتظر قرار محكمة محلية، وهذا ربما خطأ كبير أعتبره في تدبير هذا الملف. كان من الواجب التحرك على مستويات أخرى، اللجوء إلى الأمم المتحدة، لأن الأمر هنا ربما هو شبيه لا يقل عن صورة القرصنة، لأننا نتحدث عن الملاحة الدولية، أن هناك سفينة كانت عابرة وتوقفت في ميناء للتزود بالوقود. إذن ما الفرق ما بين عملية القرصنة وما قامت به جنوب إفريقيا الآن؟ إذن فبالتالي كان من المفروض اللجوء أو القيام بتحركات وفق القانون الدولي ووفق ما يمكنه. واضح الفكرة واضحة. الأستاذ محمد العمراني أبو خبزة، أستاذ القانون العام، شكرا جزيلا على تفاعلكم وعلى كل هذه التوضيحات. شكرا لكم. بهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من قناة ميديان تي في بطنجة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.